الخبر الأول اللي عدى على الهجوم الناري دي يتعرض له حاليا موفلوكس بسبب آخر مقطعين نزلهم على قناته باليوتيوب، واللي هو هذا المقطع أكبر مسبح بالموز 1000 موزة بمسبح ومسبح مال الجليد. وهو بالمقطع إنه أول ما كان دي يلعب بنعمة بطريقة مو حلوة، فخلوا هواي المتابعين بالتعليقات إنه يتهجموا عليه ويقولوا إنه هذا الشيء أنت قاعد تسويه مو زين وحرام، ولو تبرعت بهذا الشيء كان أحسن من قاعد تستخدمه بهذه الطريقة. فما أدري كتبنا أحبابي بالكومنتات هل يتعرض التهجم اللي قاعد يتعرض له أو لا، عادي يلعب لعبة الله هيج. ندخل حاليا لوسام تكيت وفضحته ويا ياسو والتقاهم بالسر من جديد. فنزل هذا الستوري كان قاعد بمكان معين وبهضنا خطه، وفجاه اكو ايد مد تاخذ هاي الخطه تلزمها، واضح هاي الايد مال البنيه. فهو متابع صار توقعون هل وسام تكت دخل بعلاقه حب جديده مثلا، ولكن صراحه حسب توقعاتي اتوقع انه هاي البنيه هي ياسو. فهذه الستوري نزلت تقريبا امبارحه، لو تركزوا على اظافرها هي كانت اظافرها بيضه، وان البنيه لزمت الخطه مالت وسام تكت اللي كانت بحضنه كانت يدها او اظافرها بيضه، ونسبه اشخاص راح يتوقعون انه هي بي سان تكت. في نزلت هذا الستوري بس الوكيل مال وسام تكت الستوري مالته واضح انه اظافرها ما كانت بيضه. اكو شيء توقعون يا حبايب، هل توقعون هو دخل بحلقة حب يعني جديده او انه هي ياسو؟ ما ادري كتبوا حبايب بالكومنتات شو متوقعاتكم لهذا الموضوع. وننتقل حاليا مريانا غريب وسفرها، فنزلت هذا الستوري كانت بيها من داخل الطياره، وستوري ثاني هي كانت تطب الطياره وكاتبه مو اول مره بطلع طياره ولكن كثير خايفه ما اعرف ليش. بعد نزلت هذا الستوري كانت كلش خايفه قاعده تعيط بالطياره هي تهبط. وهذا الستوري كانت تشكر بيه المتابعين بعد ما وصلت بالسلامه اللي في الحمد لله، وقالت التجربه المخيفه اللي صارت بيها على كل الحمد لله على السلامه وصولها بخير. راح احطكم الستوريات تشوفوها. عن جد شكرا كثير لكمية الحب وكمية الدعاء، وفي حدا من الفانز بعت لي دعاء قريته وانا بالطيارة، بعتت لي دعاء قريته وانا بالطيارة. انا ما اول مرة بطلع بالطيارة، والله مو موضوع دراما وانا ما لي بهالاجواء ابدا 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 اجواء دراما، وانتم بتعرفوني كثير منيح انه ماي جاد انا خايفة ولا حيصير شيء. بس فعلا انا كان لازم امبارحة اني طير اني اسافر يعني وما تيسرت، ومن امبارحة انا كثير من امبارحة لليوم كثير عم بيصير معي مشاكل، عم بتعسر معي مشاكل، بتسكر ابوابي وشي، بس ما بقول غير الحمد لله وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم. لهيك لما طلعت بالطياره داء نفسي قبل ما تطير الطياره، داء نفسي وصرت كثير توترت، وانا اول مره بتوتر لما اكون بطياره، لهيك خفت وقلت خليني احط ستوري قبل ما اطير. فعليا وانا عم بطير بالهواء حطيت اخر ستوري، وعن جد شكرا. شكلي بعد ما رجعت الستوريات تبعاتي اكتشفت اني عم اقول تيارة بدل طيارة واتير بدل اطير. انا ما بحكي هيك بس ما ادري ليش اكثر معي اتير. روح حاليا طبعا بالنسبه للاشخاص اللي قاعد يسالون وين طمنجو وين مختفي، فنزل شويه ستوريات كان بالبدايه اعتذر بها على المتابعين على الاختفاء المفاجئ. وطبعا معلومه سريه اللي ما يعرف عن طمنجو، فهو حاليا مسافر ليبيا عند اهله، وصريح به شويه قصه صارت وياه بليبيا. طبعا هو ما قال انه هو بليبيا، بس المهم نفس الوقت شاكوش مهم راح يرجع قريبا يعني. شوفوا الستوريات. حقكم الطبيعي والشرعي والقانوني انه ايه تبهدلوني عادي. انا اخي انا بعترف، انا اخي بعترف، انا شخص وقح، انا عن جد وقح. يعني الناس شو بتبعت لي انه نسيت انت، يعني نسيت انه عندك قناه؟ ام انا بروح بحس على حالي وبتذكر وبنزل فيديو. ام هلا شو صارت تبعت لي الناس انه نسيت انه عندك انستغرام؟ يعني عن جد الفوق مالي قاطع اليوتيوب قاطع انستغرام قاطع، منيح ما بقطع حالي انا بالنص وبخلص. المهم رح احكي لكم اليوم شو صار معي موقف غريب، مع انه دائما بصير معي مواقف غريبه بس ما بكون لها علاقه بموضوع الشهره او هيك. فاليوم الموضوع الموقف اللي صار معي انه قاعدين بامان الله واذا بيندق الباب، بيكونوا متابعين بدهم يسلموا علي ويتصوروا معي. انتوا تخيلوا لوين يعني، حتى كيف عرفانين البيت؟ لا لدرجه انه انا قلت لهم انه خلص تفضلوا قبل ما تصوروا معي، لانه انا ما حلو شو حلوه انه يتصوروا معي وينزلوا هيك، ما حلو يعني. لازم اقول لهم تفضلوا جماعه دقين باب بيتنا، يعني لازم اقول لهم تفضلوا. فتفضلوا الجماعة، يعني هنا الجماعة تفضلوا لعنا، وقعدنا عم نحكي من كلمة لكلمة. فواحد منهم قال لي انه والله جايين نحن من كم يوم او من اسبوعين لعندك. ننتقل حاليا جنى مقداد واللي هي واخت عصومي وليد، وصل حسابها بالانستغرام للمليون متابع، فان شاء الله الف مبروك عقبال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسوني يا حبايب ان تباركوا لها بالكومنتات على هذا الانجاز. وننتقل حاليا لمفاجآت اليوتيوبر، لان نور ستار نزلت هذا الستوري جات كتبه بيلي جوه مفاجآت قوية وفيديوهات اقوى قادمة. فشو تتوقعون يا حبايب المفاجآت اللي مجهزتني اياها نور ستار؟ اكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شنو توقعاتكم. ننتقل فاطمة الحسين وخلعت الحجاب، طبعا هي قبل كم يوم لبست الحجاب ونزلت هذا الستوري قالت ان شاء الله حلبسه دايم، وفجأة يا حبايب خلعت الحجاب مالتها ومسحت كل الصور اللي كانت نزلتها هي بالحجاب.
ونزلت هذه الصوره بالستوري مالته انه هي خلع الحجاب. فشو تتوقعون يا حبايبي اللي قاعد يصير؟ ليش هي سوت؟ اكتبوا لنا بالكومنتات شنو توقعاتكم لهذا الموضوع. ونختم اخر شيء بيارا يا حبايب وفضيحتها لاختها او صديقتها اللي هي اسمها كوكو، ما ادري اذا اختها ولا صديقتها. على كل نزلت هذا الستوري عشان تطلب من متابعيها شنو حابين انه تشوفون، صوره او سكرين شيء معين لها. وبعدين كاتبه كانت على هذه الصوره اولا هي كوكو، حبيت اعملها فضيحه ثانيه راح احط لكم اياها. وبصراحه حبايب وصلت مقطعات من المقطع عجبكم، لا تنسوا لي حبايب الفيديو كليب اللي نزل على قناه ساره بالوصف. وبنفس الوقت يا حبايب المقطع على قناه الثانيه كوش متعوب عليه، اتمنى تشوفوه. بس كانكم فزي مقطع من القصص، مع السلامه.